يبقى انا اعمل ايه؟ ما بصش وانتظر توحيد الرجاء من مين؟ من الله. والعطيه من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. الامر ده بيخليكي ايه؟ غنيه، مش فقيره، مش فقيره، مش فقيره، غنيه. بغنى مين؟ السيد السؤدد المدبر، الله عز وجل. وطالما ما مدتش عيني الى ما متعنا بيه، خلاص بقى للحاجات اللي القلب يشتهيها دي انت في امان، مش هتحس انك اصلا عندك احتياج، فما تبقيش فقير. اللي عنده عايش باحتياج ده الفقر. ده الفقر بعينه، لانك دايما ايه؟ ها، في انتظار عطاء مين؟ الرب السيد المدبر القيوم، قائم على نفسي والقيوم على امور عبادي. ده اسمه ايه بقى تاني؟ توحيد الرجاء. ده اول معنى. تكتبوا ورايا، انا عايزاكي تكتبي النهارده، اكتبي الحاجات دي وخليها كده قدامك وقولي انا الدكتوره قالت على توحيد الرجاء، وبعدين اتكلمنا على الثلاث معاني الجود والسخاء والإثار، أن إحنا فيهم، إحنا في مرحلة من دول، وبعدين الإثار عكس الشح. اكتبي الكلام ده، اكتبيه وخليه مرجع، حتى كده زي طلبة علم بيعمل، اكتبيه وخليه مرجع، وعيدي الحلقة مرة واثنين وثلاثة وفرغي كل كلمة. طب الإثار معناه إيه؟ إن أنا أبذل اللي عندي أيا كان، ما قالش مال بس، ابتسامة، صدقة، استقبال حسن للناس، ها ذنبهم إيه؟ تكشري في وشهم يعني. مال، ملابس، ونطيبها ونطبقها ونكويها مش نرميها. ومش عايزه اقول لكم الناس بتقول ايه على تطلع صدقات الملابس، يعني نستحي والله من الله، ده بتقع الصدقه في ايد ربنا قبل ما بتقع في ايد العبد. طعام جميل ونغلفه ونحمله بشكل حلو. اخدم حد، عندي قدره ان انا اخدم حد واعمل واساعدك، مريض ولا جار ولا كذا، بنبذل من الجهد لحد وتساعديه بشيء، ده سخاء النفس. بالايه؟ بالبذل. اللي افضل منه ان انا ما انظرش الاشياء الناس وأزهد فيما أيدي الناس. منزلة اسمها منزلة الجود والسخاء والإحسان. أسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بيها ويعطينا يا رب، ويعطينا، لأن إحنا الله هو العاطي، إحنا الفقراء، نسأل ربنا أن يعطينا، لأننا الإيه؟ لأننا الفقراء إلى الله، هو المعطي المنان سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى يعطينا، يعطينا الصحة عشان نخدم بها المسلمين، يعطينا العلم عشان نعلم ونصحح ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكر للمسلمين، يعطينا علشان نعرف نجاهد الفتن اللي احنا فيها دي، اكبر الجهاد وجهاد النفس، الى ان تفيض الروح بقى لله سبحانه وتعالى علام الغيوب. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول ولا ينقصه البذل، مش عادي عنده، ولا يصعب عليه، نفسه طبيعيه كده، هو مش صعب عليه انه يطلع ويعطي من غير حتى ما يجاهد نفسه في الامر، طبيعته اصلا طبيعه سخيه، الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، ويجعل طباع أولادنا من أجمل الطباع دي ومن أجمل ما يكون عندك في إيدك، واللي مش فيه سهل عليك خرجه. يبقى ده من نفسه الوقفة التربية الأولى. لو ما كتبتوش اللي فات اكتبه دلوقتي، عشان ما اكتبه دلوقتي. الوقفة التربية الأولى لأولادنا، معنى العطاء اللي في إيدك فيما يدك إيه؟ قسم بينك وبين إخواتك. شر الناس من أكل وحده، ها، ولسه حكينا هم امبارح اول امبارح قصه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقلنا ما كان بيصوم يجي يفطر لا يمكن يقول لهم هاتولي حد اكل معاه، هاتولي حد من المساكين او الفقراء او عابر سبيل اكل معاه، وما ياكلش لوحده ابدا. اعلم كده اولادي. تاني وقفه اوضح معنى العطاء العادي، ان عادي ده سخاء، انا معايا ومعايا ابذل ونفسي مش صعب عليا فبعطي، ده السخاء اللي هو اصلا بيعطي وبينفق وما يجدش صعوبه في قلبه في الانفاق، تمام، يعني معاك ومش محتاج للحاجه اللي معاك دي فانت بتطلعها، ده اسمه سخاء. وعلم اولادي كده انت في انهي درجه ومرتبه، واعمل الدرجه الكبيره نجمه ذهبيه، الدرجتين الجود نجمتين، الايثار ثلاث نجمات او الاحسان. طب النوع الثاني، وافرق بينه بقى بين الجود اللي هو ايه؟ اللي بيعطي كتير ويبقى النفس حبه صغيرين، او يعطي ويبدا النفس حبه زي دي زي دي. المرتبه دي جابها سيدنا عمر بن الخطاب، المرتبه الايثار كله جابوا سيدنا مين؟ سيدنا أبو بكر. لما سيدنا عمر جاب نص ماله في غزوة تبوك، وجاب نص ماله والتبرك، ماذا تركت لأولادك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، قال له تركت لهم نصفه مثله يا رسول الله. فجاء سيدنا أبو بكر جاب ماله، ماذا تركت؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. لسه في السلام. احنا عايزين نفرق الكلام ده ونحكي القصة زي ما بحكي لكم ده. اللي احنا عايزينه منهم هو ان يتعلموا الإيثار، انه يعطي كتير لو حتى انت محتاجه، دي الإيثار مرتبة عالية، دي المرتبة عالية مرتبة الإيثار. بصوا أدنى درجات الأخوة سلامة الصدر،
أعلاها الإيثار. أنت أنا محتاجة وأنت محتاجة، بس أنا أثرت نفسي، أثرتك على نفسي. تالت خطوة مع الأولاد، بتكتبوا ولا لأ؟ إن أنا تابع الكلام ده معاهم في أسابيع الغرس بتاع الخلق، جدول الشرف، لوحة كبيرة وعليها المهام أو عليها الخلق وعليها درجاته. عمل ده نجمة ذهبية، نجمة ذهبية. جاء آخر الأسبوع، جلسة الأسبوع، أشوف كم نجم. كمان في جلسة الأسبوع التربوية كل طفل يقول، أنا بتكلم إيه دلوقتي؟ بتكلم تربية إيمانية لأولادك، اللي هي بمعدل 100,000,000,000 كتاب موجودين في الدنيا. اسمعي الكلام اللي بقوله لك، ده اللي باقي، ده اللي باقي. في الجلسة التربوية بتاعة الأسبوع كل طفل هيعمل إيه؟ هيحكي إيه اللي حصل لك خلال الأسبوع؟ ها؟ طبقت الخلق اللي اتكلمنا عليه؟ طب أنت كنت سخاء ولا جود ولا إيثار؟ مع مين حصل الموقف؟ طب تحكي لنا الموقف؟ يعتي بقى وعلموا الكلام ده. المعنى التاني اللي قاله ابن القيم، قايل أن يعطي الإيه؟ كتير ويبقي له شيئا يسيرا، أو يبقي مثل ما أعطى. ده مين؟ ده الإنسان الجواد. يعني إيه؟ يعطي أكتر من اللي عنده، أو زي يعطي نصف اللي عنده، طلع النص وتبقى نص. ويؤثر غيره بالشيء، ما حاجات قليلة، ده الإثار. إنه ما يكونش معاه إلا مثلا معك تمرتين هتاكليهم وانت جعان، ها؟ منزلت لسار الام اللي عملت كده مع بناتها اللي كانت عند النبي عليه الصلاه والسلام، وقال واتقوا النار ولو بشق تمر. ادى التمره لبنتين قسمتهم ما بينها وجي كذا، فقسمت الاثنين واعطتهم لهم هم كمان. طيب اجعانه، منزلت الايثار ان انا اخد التمرتين دول واعمل ايه؟ واعطيهم للفقير بيحتاج اليهم. خلاص انا كمان محتاجاهم وانا جعانه كمان، بس انا اثرت بيه الفقير. ده الايثار. طيب زي مين عمل كده؟ زي مين؟ زي سيدنا علي وسيدة فاطمة. قيل سيدنا علي وسيدة فاطمة، وقال في كل المؤمنين، في تفسير تاني كل ما ينطبق عليه الأمر. كانوا صايمين، فجاي لبابهم مسكين أول يوم خبط عليهم عطهم الفطار. سموا تاني يوم، جاي إلى بابهم إيه؟ بابهم يتيم فضل. سموا عطهم، جاي سام تاني يوم، تالت يوم قالهم إيه؟ أسير فضل. خلاص نزلت فيهم الآية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. الله. حلو حلو المرتبة دي. يبقى المرتبة الأولى كانت إيه؟ تكتبوا معايا وبتحفظوا ولا لأ؟ مرتبة السخاء اللي هي البذل، ولا ينقص منه شيء، وما عندوش غضاضة في نفسه، طبيعة نفسه سجيته على كده، عنده الكتير مهما وزع منه مش هينقص منه حاجة، ومش يصعب على نفسه الأمر ده، لا هو طبيعته كده. طيب المرتبة الثانية أعلى منها اللي هي الجود، يبقى سخاء وبعدين جود، إن هو إيه؟ بيعطي، يعطي كتير ويبقي لنفسه القليل أو زي النص هو هو. طب المرتبة الثالثة بقى، لا ده بيعطي الحاجة اللي هو محتاجها أصلا، اللي محتاجها أصلا للغير، وده الإثار. ابن القيم بيقول عكس الإثار الأثرة، اللي هي أنك تاخد الحاجة استئثاره عن أخي. أنا محتاج له يقول لك لا، اللي عوزه البيت يحرم على اللي مش استغفر له، ده لا مثلا غيره ولا له علاقة بالحقيقة ولا له علاقة بالدين. المرتبة دي مرتبة عالية، أن أنا محتاج بس أنا طلعت. اللي قال فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحق. نصبر يا رسول الله. أحكي لكم قصة عن صحابي جميل، قصة جميلة قوي وقصة عالية قوي. احنا انا والله انا نفسي اشوف اخلاق المروءة والشهامة والجمال ده دلوقتي. الواحد الله كان ظانن ان هو عايش في المدينة الفاضلة ايام ما كان كل الواحد حواليه الصحبة الصالحة والناس الصالحة، ومن مسجد لمسجد كاننا بنطير، والله العظيم كاننا روحنا طايرة في الارض، حلنا مساجد ومقارئ ومشايخ وطلبة علم، ونروح مش عارفة نعلم أولادنا إيه، وبعدين نجمع، كنت نعمل كده، نجمع كل اللي أولادهم في سن أولادي ويلا حفلة وحفلة إيمانية، وبال22 عيل موجودين عشان عيلي يتعلم قيمة، فعلمها الأولاد في نفس سنه فابني يتلقاها. نفسنا كان يبقى الجو ده، ونفسنا نشوف الخلق. قصة جميلة جميلة، قصة قيس بن سعد بن عبادة. دول من الناس الأجواد المعروفين، وعنده ماله كان بيقرض الناس كلها. مرض محدش جزاره، فاستبطأ إخوانه في العلم، محدش جزاره، فسأل عنه، قال ما يعني أنت عيان، فالمفروض يعني على الأقل يردوا في الفعاية بتاعك ده. بيستحوا
مما لك عليهم من الدين، عليهم دين ليك ومكسوفين يجوا وما معهمش. فقال أخذ الله مالا، ده ولا يروح المال ده اللي يمنع الإخوان من الزيارة، يمنع إخواني وأصحابي أنهم يجوا يزوروني. عمل إيه؟ أمر منادي ينادي في الناس، من كان لقيس عليه مال، اللي له مال والمفروض يروح يوديه لقيس، فهو منه في حل. خلاص بقول لك ما جاش المساء إلا كسرت عتبة الباب من كثرة الناس اللي بتيجي تزور. عكس الإيثار والجمال ده الأثرة، إنك تبقى تلاقي أنا أولى، تلاقي أخت جنبك محتاج ولا جار محتاج لشيء تقول لك لا أنا أوي عيالي أولى من الكلام ده، ما هي حملنا، ما هي محتاجة وإحنا لا. أنانية، غلط الأمر ده. طيب الخطوة الرابعة، تكتبي ورايا ولا لأ، في التربية الإيمانية الأولاد لغرس خلق الإيثار، ها إننا نعمل إيه؟ أحكي لهم قصة الآية، إن من خلق الإيثار إزاي أهل المدينة عملوا إيه، اللي هم الأنصار عملوا إيه مع المهاجرين من إخوانهم اللي جم من قريش وسابوا أموالهم، وقسموا الأموال ما بينهم وقسموا الدور ما بينهم وسكنوهم معاهم ونزلوا معاهم خد ده وخد ده وتشترك معايا في كل حاجة. عارفين قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ إن شاء الله هنقولها قريبا في حلقة الأطفال. جه قال له لا، قال له طب شوف انا متجوز اتنين اطلق لك واحده خد الثانيه وشوف المال مالي نصف وشوف احبهم اليك ايه، الابل ولا الغنم ولا؟ قال له لا لا، دلاني على السوق فقط. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاصه،